لكرة السلة سيدات الأهلي اللي عندهم مباراة النهاردة مهمة جدا بقيادة مديرهم الفني الكابتن طارق خيري مع فريق مصر للتأمين في الدور الثامن من بطولة كاس مصر للموسم اللي احنا فيه. المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 6 بالليل على صالة الشهداء، الصالة الصغيرة في أهلي الجزيرة. والحقيقة ان اللاعبات اللي كانوا مع المنتخب يعني قفلوا صفحة التتويج بكاس المنطقة الخامسة الأفريقية، وبدأوا في التركيز مع الفرقة على البطولات اللي بنشارك فيها دلوقتي. بالتوفيق يا رب لكل سيدات الأهلي في السلة. أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق النهاردة بإذن الله.